خويا بلال عندك مشكل ديال لا لونغ سدو في الكونت ديال ايباي. شوف غير حاول تهضر معاهم، كتب داكشي في واحد البي دي اف ولا واحد الورقه ولا سيبا فاش تكتبها في واحد الوورد وهضر معاهم اصاحبي، ما كاينش مشكل، هضر معاهم، حاول تهضر معاهم. شوف واخا تعرفي تهجا، قول لهم اي هاف ا باد انجلش و كان يو سبيك سلولي، بس هضر معاك بشويه. هما اصلا ماشي كاين النص فيهم ماشي من هكنا، فهمتيني؟ فوالا سي بيان. بالنسبه للاخ اللي قال لك واش قال لك اخي باغي نسجل، واش ضروري ندير المعلومات كيف ما هي في لاكات ناسيونال ولا ندير اي عنوان؟ لا، في باي بال او لا اي باي او اي موقع غادي دير في البيزنس ديالك دير المعلومات الشخصيه ديالك الخاصه، ما عمرك دير شي معلومات مختلفه، حيت النهار اللي غادي يطلبوا منك الفيريفيكيشن راه غطيح في مشاكل. الوغ ديما اخويا دير اخويا المعلومات الخاصه ديالك. نطون شوفوا حنا غادي مع الناس، صوت بعيد، الصوت دابا قولوا لي الصوت، ما عرفتش علاش الصوت بعيد، ما عرفتش، نحاولوا يكون الصوت مزيان. خويا سنايبين اولا شوبتيميزاسيون؟ خويا شوف انا بجوجهم مزيانين كيجيوني. هو سنايبين الا كنتي غادي سنايبي كتبقى ملزم لك انك طيح ثمن داك الاخ اللي غتخدم معاه. انا صراحه الله كنقول تيست حتى هو زوين، تيست كتحط مثلا 10 ديال لي برودوي يقدروا يخدموك منهم 3 جوج، الا خدموك جوج 3 في الشهر وبقاو تيتبعوك مزيان راه مزيانه. سنايبين كاين فيه البيع دغيا ولكن ما فيهش لا مارج. على انا بعدا كيعجبني صراحه الله تيست، كنلقى شي برودويات غابدين ما عندي شي واحد، سيرتو فاش كنخدم في امازون ولا في علي اكسبريس ما كيكونش حاطهم بنادم بزاف، كنحطهم انايا كيجيب لا تيسير. خويا الهولد باش كيفاش ايفيتي الهولد؟ ما يجيكش الهولد، ديما حط راك النمبر في الوقت. لو بروبليم هنايا هو لاحظت ان الناس ديال اللي كيخدموا بالشينوا ديما عندهم الهولد، وهذا راه مشكل كبير. المهم حاول تحط راك النمبر ديالك بيد ما دازت داك 90 يوم الاولى ديال اول على اول مبيعه وداك الشيء، على من حليتي الكونت باش حتى اي باي يعرفك وباي بال يعرفك ويبداو يثقوا فيك ويعطيك فلوسك. باغ اكزومبل انا جامي ما كانش كيجيني كاع الهولد، ما عمر ما جاني دو فوا درت تراك النمبر وصل صافي كان كلشي هو هذاك. واخا خويا اللي قلتي بعت واحد البرودوي هذه 3 ايام ولقيت اليوم لقيتو كيسول وقتاش غتوصل لنا اخي، على حسب شنو انت داير في البيزنس بوليسي ديالك، على الشيبين ديالك وقتاش غتوصل السلعه. الا كانت انت كنتي داير من امازون نورمالمون خصها توصل في يومين، ماشي يومين ولكن قول 3 ايام كاع، ما بين 3 ايام حتى ما بين يومين حتى 3 ايام خصها توصلوا، ما بين نهار ديال الهاندلين تايم ديالهم ونهار ولا يومين ديال باش كيشيبيو. الا كنتي غتخدم خدام بعلي اكسبريس راه نورمالمون راك دير ما بين 12 يوم حتى 21 يوم، ودابا الكريسماس قضية مزيرة بزاف الحوايج. لي توز كيفاش تليستي؟ انا كيعجبني نخدم مانيوال صراحة الله، مانيوال زوين. علاش؟ كتبغي كتقاد مثلا كيوردز ديالك، كتخدم على السي او ديال اي باي، كتخدم على بزاف ديال الحوايج، تتصاوب كتموديفي عليهم. نقول لك كاين شوب ماستر كيعطيك 50 فابور في الشهر، كاين يابالي، كاين شو سميتو دي اس ام توز، على حساب مثلا يابالي كيعطي 30 في الشهر فابور. حميد واخا فيك مسخوط، واخا عينك علاش اخويا كون سيسبوند؟ علاش؟ واش يلاه حليتي وتسبوندا اولا الفيرو اولا علاش؟ ميمكنش تقول لي تسبوندي ونقول لك نعطيك شي جواب. شرح لي الله يحفظك. شنو هي اوبتيميزاسيون؟ وقيلا عندي ديكالاج خويا، كيفاش نوصلش الشاس اللي شرا عندي؟ كيفاش ما فهمتش شنو هي الشاس؟ خويا كيفاش نوصل للشاس اللي شرا من عندي من جوج؟ ما فهمتش كيفاش تواصل معاه؟
تاكس في يونايتد ستيتس، واش كتهضر على ال ال سي تاكس او لا كتهضر على دوك لي تاكس اللي كيكونوا مثلا في والمارت ولا كيكونوا في امازون؟ الا كنتي كتهضر على ال ال سي هادي هضره، الا كنتي كتهضر على التاكس اللي كيكونوا في سميتو في امازون كدا، هادوك راه على حسب الولايه. خويا الا كنتي باغي تاغيتي غير يونايتد ستيتس صافي، خدمي على يونايتد ستيتس، الاخرين صافي دير لهم اكسكلود حيدهم. فوالا كان عندي مشكل في الكونيكسيون، كنحاول نكابتي كونيكسيون مي كونيكسيون حيت بعيد عليا الواي فاي. واش نقدر نبدا $50؟ غتبدا ولكن غتبدا مزير، غتبدا ولكن غتبدا مزير، يعني تحط لي برودوي الخاص غتلقى منافسه فيهم كثير. انا كنصح صراحه الاولى كان جاك الهولد وجاك بزاف ديال الحوايج وجاوك لي كوموند بزاف، تاكل العصا وغتولي في الاخر كتكانسل الاوردر بزز منك. إيباي عطاوني 50 بروداكت لوحو كملتهم في اقل من 30 جور، واش الا سيني صونيت اليوم يزيدولي؟ لا واش عطاوك في السيل ليميت 50 او لا 50 ديال الفري اللي غتحط؟ حيت هنا راه كاين واحد الاشكال بالنسبه للدراري اللي ما عارفينوش، هو غنقول لك مثلا غنشرح لكم هذا البوان. هذه هنايا كيشوف راه عطاو 200، عند بالو راه غادي يحط 200 ما كاينش مشكل. لا اخي راه ماشي غتجي وتحط 200 غير هكاك، راه يحدك هنا في الشهر كل شهر الا ما كانش عندك ستور، كنهضر على الناس اللي عاد باديه الا ما كانش عندك ستور. ناخذ باغ اكزومبل واحد في شهر 10 عطاوك 50 ليستين فابور، عاد حليتي كونت 50 ليستين مزيانه، غدير داك ال 50 غتليستيها مزيان. الا زدتي فوقها شي حاجه واخا يكون عندك في ليميت السيل ليميت ديالك 200، الا زدتي فوقها شي حاجه راه كتخلص عليها 0.35 بحال هكا. الا سميتو الا ما هذا الا زدتي عليها راه قلت لك كتخلص. نفترضوا اننا ندخل الشهر اللي موراه بقات عندنا داك ال 50، واحد في شهر 11 هذيك ال 50 الا ما حيدتيهاش الا ما مسحتيهاش كتعاود ليستا اوتوماتيك على حساب لوبسيون، واش غادي تحيد راسها ولا انت الا بغيتي تحيدها. هنايا هذا هو البروبليم، كتعاود ليستا اوتوماتيك كيجي شي واحد كيبدا يديستا عاوتاني وما كاتش البال بلا راه كتحسبوا عليه الفلوس، يعني الفيس ديال الانسيسيون ديال الفيس. هنايا كيولي عندو مشكل، كيولي هنا مشكل، خصو يشري ستور. كيقول لك لا ماشي ستور وهذا، لا خصك تشري ستور يا اخي. هنا علاش الدراري كيشريو ستور؟ خويا الكانسل الا درت شي كانسل بروداكت واش كيأثر على الكونت؟ بيان سور كيأثر على الكونت، ما عندكش ما خصكش تبقى دير الكانسل بزاف. الكانسل كنقول لك الكانسل اللي انت مسؤول عليها، ماشي الكانسل اللي كيدير لك بنادم، فهمتيني؟ ماشي هو طلب الكانسل، انت هي اللي كدير الكانسل مثلا اوت اوف ستوك ولا شي حاجه. والكانسل ديال ربعه في العام، ما خصكش تفوت ربعه في العام. الا بغيتي تكانسلي انت مثلا تختار ديك لوبسيون من غير باير اسك ذات، راه ديك الساعات راه كتودي، وهنايا راه كتولي نورمال صافي. ها الكونيكسيون مشكله عندي ديال الكونيكسيون، نحاول انني نبدل بلاصتي نشوف شي بلاصه فيها الكونيكسيون مزيانه. المهم الا عملت كانسل الدري ديال الكانسل، المهم قلت لك ربعه ديال الكانسل في العام الا كنت انت دير اوت اوف ستوك. الا كان هو طلب الكانسل ديك الساعه تقدر تحيدها ماشي مشكل، راه كدير هاني ولكن كدير باير اسك ذات ماني ديك الريسك ديال الفير. فوالا كاين الريسك ديال الفير بيان سور، كاين الريسك ديال الفير، ولكن كاينين دي زوبسيون باش ما طيحش الفير. مثلا انا نعطيكم غير واحد السيت كنقلب فيه الا كنت هاز من امازون سميتو جوستيا، حيت الفير راه كاين انواع ما كاينش غير نوع واحد. نعطيكم ثلاثه ديال الانواع ديال الفير، كاين تريد مارك يعني ديال الشركه شطو، كاين تريد مارك يعني شركه، وكاين الباتونت. الباتونت هو اللي صعيب، هو براءه الاختراع فهمتيني، يعني تريد مارك كنقولوا بحال امازون شي برودوي ديال امازون اكسيتيرا، هذاك مصيبه. باتونت قاصحه بزاف، يقدروا يسدوك على الكونت، تقدر توصل حتى اش كيقولوا لها يصيفطوا لك دعوه قضائيه. والفيرو راه مصيبه اللي كيبداو كتمشي كتبقى تهز واحد ستول كتبقى تكوبي كولي. ايوا هذاك ستول كيجي كيطيحك كيطيح عليك كيهضر مع اي باي ولا كيريبورتيك صافي، انت كتوقع في مشاكل. خويا اللي كيسدو ليكم لي كونط، خوتي اللي كيسدو ليكم لي كونط راه غير باش يفيريفيو. هنايا غنقول لكم واحد القضيه،
نكمل لكم. عندي مشكل ديال الكونيكسيون سي با ما عرفتش مناش. المهم حيت بزاف ديال الدار اللي كيخدم بالكونيكسيون. المهم بالنسبه علاش كتسدوا لكم لي كونط، كيجي بنادم كيبقى يدير كوبي كولي، كيكونستاتي الروبو بلي راه كاين شي حاجه مش تال تما، كيتسد لك الكونط كيفيريفي. كنعرف انا يا اصدقاء ديالي خدمت معاهم وديتهم كيفاش يبيعوا كيفاش يليستي، بصراحه الله ما تسد لهم لا كونط لا والو، كيتسد لك الناس اللي كيتخربقوا مزيان. بالنسبه لك هضر على ال اس سي، واش الا كانت عندك ال اس سي؟ هنقول لك كاينين شي ولايات، كاينين ثلاثه د الولايات ما فيهمش الضرائب، كاينه وايومين احسن ولايه تقدر دير فيها ال اس سي ديالك، كاينه ديلاوير، وكاينه هذيك سميتها نيفادا. ديلاوير كتخلص $300 العام، قاصحه شويه، كنصح هنا بوايومين. المهم يمكن لك تقلب دير هذا في جوجل ال اس سي يونيفرسيتي دوت كوم، غتلقى معلومات كثيره. سينو راه نحاول ندير شي لايف على هذا البلان هذا، و ال اس سي راه قانونيه يعني تقدر دير بها ستريم، تقدر دير بها شحال من حاجه. الجيفت كارد، الجيفت كارد منين نشري الجيفت كارد؟ كاين جيم فليب هو اللي مزيان صراحه الله باش تشري جيفت كارد. شحال كيعطوك من اي باي من ببيعه في الاول؟ كيعطوك 10 ديال الايتيمز اللي تحط. كاين شي ناس كيجيو على النهار الاول كيحط لك مثلا واحد الايتيم فيه الفارييشن وكيريح صافي، ما كيقدرش يخدم، فهمتيني؟ كيجي كيقولوا ليه، كيجي حتى برودوي اخر كيقولوا له لا راه عندك سي ليميت، راه غلط، راه ما يمكنش، انا كيخصو يطلب سي ليميت. انا واحد الدري هذا السيمانه هذه كنت كان معايا بيت معايا في الدار صديق ديالي، كنت هضرت معاهم عمرو ما باقي يلا حل الكونت البلاصه زادوه 100. اوكي خي ايوب داير غير يونايتد ستيت، وكان كان دروبي من امازون في التاكس، كان داير 19% في التول 10% اي باي. لا ما كاينش ريسك، مزيان حسابك هو هذاك. دوزيام كويشن، في الشيبين ديرو فري ولا نو؟ لا مزيان الفري على اي حاجه فري، راه ماشي هذوك الناس اللي غايشري من عندك راه شي مكلخ، فهمتيني؟ راه كيبغي كيفضل انه يشري الفري وما يشريش بسميتو الفري شيبين، والفلوس ديال الشيبين دخلهم في السلعه اصلا. انت اي بي كطلع كسرا كي هذوك الناس ديال الفري شيبين. خويا اللي كيقول 3 موا هادي وانا فاتح في اي باي ولا مبيع، اخويا فين كاين المشكل؟ المشكل عندك في التايتل، المشكل عندك في الكيورد، المشكل عندك في كوبي كولي. سير اخويا اللي كنت كدير هادشي راه عندك مشكله صراحه الله. باغي ندير واحد الدوره ونحاول هذيك الدوره على اي باي، نحاول نخلي بنادم يجيب مبيعات دغيا دغيا. فوالا كارت اوتو انتربرونور، مي بغيت تعاود ليا شنو دارت معاك باش بغاو يفيريفيو معاك باي بال بيزنس اكاونت، كتصيفط ليهم اخويا. المهم انت اللي هضر لي على ال اس سي، يمكن لك تفيريفي بها باي بال، ويمكن لك تفيريفي حتى بسميتو بالمقاول الذاتي راه كيقبلوها. ستور اخويا، ستور اخويا شحال داير ستور؟ سا ديبون، كاين ستارتر كيدير $8 للشهر، كاين هذاك البازيك، كاين البريميوم، بازيك واقيلا 25، البريميوم كيدير كثر هي غير. لا ما يمكنش دير بروموسيون وانت ما عندك ستور، ما يمكنش، انا اللي كنعرف ما يمكنش دير، غير الا بغيتي تكتبها في التايتل، اولا مثلا دير مثلا التايتل ديالك مثلا نتايا في علي اكسبريس كاتب مثلا بياسه، هو كيبيع بياسه، نتايا غدير غادي كنبيع نبيع جوج دو بياس، يعني غادي نحط دو بياس وغادي نبيعهم، ونتايا غتنقص الثمن وهذا اتسيتيرا، يعني كتبيع كتكون مختلف على هذوك الاخرين اللي كيبيعوا. ميرسي خويا عادل، عادل من الناس اللي من الناس اللي خدمت معاهم وما تسدش لهم الكونت، كنت كنقول له راه غير تسد لك الكونت وما تسدش لهم الكونت، وسولوه راه سميتو ام فوكس عادل، سولوه راه غايقول لكم راه الحمد لله غادي مزيان، من الناس اللي عجبوني في الخدمه. منتوجات محلية في إيباي فين؟ ممكن تبيع منتوجات محلية، أنا ما كنديرش أخويا منتوجات محلية، المشكل ديالنا حنا في المغرب هو الشيبين، الشيبين غالي يعني $60 على حساب سميتو، على حساب الشركة اللي غادي تصيفط بها، واخا هي أحسن حاجة هي البريد، وعلى حساب أخي تا سميتو التقل، يعني هنا بزاف، أنا ما عنديش خبرة في الآخر، فهادشي ديال تصيفط من الناس السلعة، ولكن كنصحك بالمنتوجات الأثرية، واخا ما يقدرو يتشدوك، شي منتوجات زوينين فهمتيني.
ما عرفتش شي منتوجات اخرين، كاين شي حاجات اللي كاينين في المغرب وما كاينينش في بلاد اخرى. فكر اطلق، ما كاينش اخويا خاطر، غير ليستي باي حاجه بغيتي. تول اخويا، راه ماشي تول، انا راه قلت كاينين دو سيت تريد مارك. هانتا جوستيا، كتكتب جوستيا تريد مارك، اولا كتكتب جوستيا باتونت، كتبهم وقلب مثلا. ولكن خصك يكون عندك سميه ديال لا مارك، الا ما كانش عندك سميه ديال لا مارك راه ما سي با، راه ما يقدرش يطلع لك الفيرا. هذا هو المشكل ديال علي اكسبريس. وكاين الدي اس ام توز بيان سور، هذيك بالنسبه للاكستنسيون ديالها واخا ما كطلعش الفيرا 100% كطلع غير واحد 70%. وهادشي اللي كاين اخويا، اطلب منك الروتون، علاش صيفطتي لي الادريس ديالك في المغرب؟ يقدر يصيفطها لك، ما كاينش مشكل، يقدر يصيفطها لك، ولكن غتستافد منها انت، يعني غيوصلك للدار. ولكن غتخلص الا كان انت الايتم هذا صرا تخلص انت الروتون، صافا القضيه. شوفي صرايات اليل، خويا عندي بروداكت، كل بروداكت ما كتباعوش نقدر نحيدهم كلهم. تقدر تحيدهم، لكن ما كان الروبو كيكونستاتي بلي راك كتحيد بزاف ديال لي برودوي. هذا راه كاين مشكل، ما يعني الروبو ما خصك تلعب مع داك الروبو ديال اي بي، راه عندهم واحد الالغوريثم خطيره. باش نكون واضحين، يعني حاولي يا اختي ما تحيديهمش كاملين، او لا اللي عندك فيهم واتشاز اللي فيهم فيوز المهم خدامين، نقصي لهم اسمينه ولا بدلي كي ووردز ديالهم وانت خدامه. اما اللي ما فيهمش لا فيو ولا والو مسحيهم. انا ما كنخدمش بايدسي، ما نقدرش نقول لك شي حاجه. ايدسي خويا، ايدسي اي تي سي سبوندي، انا ما كنخدمش بيه، سمح لي. كارت اوتو انتربرونور، غتمشي غتطلبها من لا بوست، او لا غتطلبها من مثلا الا كنت عندك السياج، غتمشي عند السياج تقول لهم بغيت ندير كارت اوتو انتربرونور، الا يصاوبوا لك هذا السيرفيس هذا مرحبا، كتعطيهم 25 درهم، اوكي يصاوبوا لك اوتو انتربرونور، كتخرج لك من بعد 15 يوم. اما الا مشيتي لا بوست كيطلبوا منك دير معاهم كونت، والكونت كيدير 180 درهم، يعني كتديها معاك وكيصاوبوا الكونت في الاخر، وانت ما غاتخدمش بيه اصلا، فهمتيني. الدراري اللي كيسولوا امازون تراكين نمبر، ديك بلوكير ما بقاش خدامه. علاش ما بقاش خدامه؟ لانه انايا كيصيفطوا لي ميساج كيقول لي راه خصك تشارك معاهم. صراحه الله انايا راه عاد صيفطت لهم ايميل كنستفسر على هذه القضيه هذه، ان شاء الله اذا كان شي تحديث غنقدر نشارك مع الاصدقاء. خويا شوف الليان وداكشي راه غادي تلقى سميتو، غادي تلقى كلشي، غادي نحطو في يوتيوب، يعني هاد الفيديو غنحطو في يوتيوب في لاشين ديالي باش ما يمشيش وباش ما يطيحش لتحت، كلشي يقدر يستافد منه. اخوان بدا متعاودو الاسئله، اخويا ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان، ولكن انا كنحاول نهضر اقصى ما يمكن من الصوت. بالنسبه للاخ اللي كيقول لك شنو ندير اخويا باش نحيد سوسبوندي، اخويا غادي تهضر مع هذوك الناس ديال اي بي، السلام السلام راه مون كونط اي تي سوسبوندي، غادي يسولوك شنو هو الزيب كود ديالك، هو الكود بوستال، شنو هو النمره ديالك، شنو هو جميع المعلومات الشخصيه ديالك، غتسولهم عليك. الا تحسب شي واحد مزيان راه غيطلق لك الكونت، ما تحسب شي واحد صعيب ما يطلق لكش. المهم بالنسبه للاسئله اللي كيتسولوا ملي كتجيب سلعه، غتقول لهم انا راه عندي سلعه، الا كنت هاز من امازون قول لهم عندي سبلاي في امريكا، شو سميتو هاد السبلاي؟ تعطيهم شي سبلاي في امريكا، شي شركه في امريكا، قول لهم انا خدام بها، ولكن عندك تكون فيرو. انا بحال دابا فاش هضرت هاد السيمانه قلت لهم واحد على حسب واحد الدري، قلت لهم غير واحد الشركه، قلت لهم كليكت فيريفي باغ انترنيت صافي، ما لقيتش غير مشكل معاهم. يقدر يسولك اذا شنو غتعامل، كيفاش غادي تتعامل مع اوت اوف ستوك، قول له انا كنتيق في السبلاي ديالي، والسبلاي ديالي عنده واحد سميتو واحد الكميه ديال المنتوجات، يقدر يليفريهم ليا في الوقت، ويقدر يحترم الديليفري ديالو، يقدر يحترم الشيبين ديالو، كلشي يقدر يحترم، نقدر نحترمو حتى الهاندلين تايم، ما عندناش مشكل، يعني بيني وبينو راه كاينه علاقه ثقه. قول له انا الا قال لك علاش اختاريتي اي بي، علاش اختاريتي تبيع في اي بي؟ انا باغي نختار اي بي باش نكبر البيزنس ديالي، يعني شحال من مره كيجي كيعطيك هذا السؤال علاش اختاريتي اي بي،
بغيت نكبر البيزنس ديالي، وكنلقى انا اي باي باللي بلاتفورم كتعطيني هاد القضيه هادي وكتعاونني، الوغ نقدر نكبر الكون، نقدر نكبر البيزنس ديالي والشيفر دافير ديالي. بيان سور غتقولوا بلي انا عندي خبره وهذا، طلقها كما كيقولوا طلقها، الا تعصب معاك قطع وعاود صوني، قطع وعاود صوني، قطع وعاود صوني، قطع وعاود صوني، تطيح في شي ولد الناس. هاد البروبليم هذا راه ولاو كيديروه سيرتو مع المغاربه، ما عرفتش واش كيديروه مع الاخرين، ولكن مع المغاربه كيديروها بزاف. الدليل اللي قال لك اهلا خويا اي وانت تو شيب اويل ارغان. خويا دابا انت خصك تعرف واحد القضيه، ارغان زوين، ولكن واش ما فكرتيش بلي ارغان كلشي كيمشي كيبغي خدمه؟ شوف شي حاجه اللي انت تميز بيها، غتمشي غير شي صناعه تقليديه. راه الحماق، انا كنعرف صديق ديالي كيبيع وودن بوكس، هذوك الصنادق ديال الخشب، كيحط فيهم كي اللي كيحطوا فيهم مثلا المجوهرات وداك الشيء، حتى داك السوق زوين، والخدام فيه في امازون اف بي ام مزيان. اخويا اي شوبي يمكن لك تسحب بيها فلوسك. خويا طلب لك الزيتون، غتمشي تهضر مع السوبلاي ديالك الا كان في علي اكسبريس، يعطيك العنوان ديالو وغدير الزيتون. اما انا ما تنصحش دير الزيتون سيرتو الا كان شي بلاد بعيده وكان شي ايتم رخيص، ما ديروش، عطيه باسيال ريفوند، حاول تعطيه واحد 15% 20% وانت غادي كتنيغوسي معاه. الا رديتي ليه، الا رديتي الايتم، يقدر يتقام عليك هذاك الشيبين ديال الزيتون غلا من هذاك الشيبين ديال الاخر. انا كنهضر اللي قال لك مثلا الايتم نوت اس ديسكريبشن او لا الايتم هذا او اتسيتيرا، يعني انا ما كنصحش اذا كان اقل من 20 دولار حاول تخسر اقل حاجه، يعني صافي قول ليه كيب 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 سميتو ايتم وخد كلشي وخلي ليا بوزيتيف فيدباك ونسى، حيت هذا هو المشكل ديال علي اكسبريس، الروتون ديالو بالفلوس. بالنسبه لامازون الروتون ديالو راه فابور، يمكن لك كطلب غير روتون وكيتعاملوا معاك داك الناس بروفيسيونيل طالعين في النيفو، عارفين على علي اكسبريس باش نكونوا واضحين، غير هو الاثمنه غاليه. صافي قال لك اي وان تو كانسل ذيس اوردر، صافي سير كانسل، هو يدير كانسل وانت كتقبلو كيما وقع لي شحال من مره، او لا انت كتمشي كدير له كانسل وكدير باير اسك ذات. خويا اذا بغيت نشري من امازون كنشري باي بال ولا جيفت كارد امازون؟ هاد السؤال كيتطرح ليه بزاف والناس ما عارفينش بلي علاش كنستعملو الجيفت كارد وداكشي. المهم بالنسبه للناس اللي كتسول، امازون تقدر تشري به الكارت بونكير ديالك، ما كاين حتى شي مشكل، يعني كتشري به الكارت بونكير هاني، سوا فيزا سوا سياش ولا كود، المهم ماستر كارد، يعني تقدر. انا كنخدم بايونير، يعني كنشري بايونير ما عنديش مشكل، ماستر كارد خدامه عادي. باي بال ما كنخدموش في ديك الناس بالباي بال. علاش جيفت كارد؟ جيفت كارد واحد الناس، هذوك الناس اللي دايرين 10000 درهم ديال المبيعات، 10000 درهم ديال الشراء من الانترنت، فاتوها صافي، يعني وصلوا لهم الليميت. في المغرب كيعطيوك 10000 درهم، يعني ما تقدرش تفوتها. انت كضطر كتبغي تخلص بالباي بال، كتمشي كتشري جيفت كارد من مواقع مثلا جيم فليب، كتشري هذاك الجيفت كارد، ملي كتشري هذاك الجيفت كارد كتمشي كتخلص بها في امازون، ساهله ماهله. سينو تقدر دير لا كارت بايونير وتخدم عادي. سلام الصاد، يقول لي شحال، يقول يجلس الوقت باش نرجع لك فلوسك الى شي شين ماستر كارد، سيرا صيفط لي فلوسي ومازال ما وصلوا في باي بال. الا صيفط لك فلوسك في باي بال، كنهضر انايا على علي اكسبريس، راه ما كاين ما عرفتش يقدر يرجعوا لك في البلاصه، باي بال كيرجعوا لك تم، يعني كيدير لك ريفاوند وكيرجعوا. الا كان سميتو بهذا ماستر كارد راه كيتعطلوا شويه. اخويا ايوب واش انت في كازا بغيتك تخدم معايا الا ممكن؟ خويا ما كرهتش نخدم مع الدري كاملين، ولكن صراحة الله راه الوقت لا يتسع باش نخدم مع كلشي، هذا هو البروبليم. يعني انا في قنيطرة ونحاول نديرو شي ميتينغ الا كان ممكن كاع، علاش لا، مع الاصدقاء هنا. عافاك ما تطولوش في الاسئله. خويا واحد السيده شرات مني والبرودوي ما لقيتوش في امريكا، شريتو ليها من الصين، دابا ملي وصل ديك السيده ما مشاتش تجيبو من بنات في كندا، وصيفط ليها ميساج في ايباي باش تمشي تجيبو، قالت ليا اوكي، لكن دابا باقي ما مشاتش، وخفت البرودوي يرجع ليا، شنو ندير معاها؟ خويا هادوك الناس راه في كندا خصك تعرف بلي راه كاين اضراب.
اي مشكل حاول تحلو. المهم اخوان شكرا بزاف، والله يسخر والله يجيب تيسير الاخوان كاملين. بون شانس.